هعمل معاكم وصفات، مش بس وصفة واحدة لإزالة كل تشققات الأقدام مهما كانت تشققات صعبة بقالها سنين عميقة هتتشال من أول استخدام. الوصفة دي فعالة ومضمونة ومجربة مني أنا شخصيا، فعالة 100% ونتيجتها بتبان من أول استخدام. أقسم بالله حرفيا رجليك هتتغير 180 درجة، هتتحول لرجلين زي رجلين الأطفال، وردية وناعمة جدا وطرية وبيضة. السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله راجعة لكم بوصفة رهيبة وفعالة جدا للتخلص من تشققات الأقدام للأبد من الاستخدام الأول مهما كانت التشققات سنين. هتزيل كل التشققات الصعبة، هتديكي تنعيم خيالي، وأقسم بالله حرفيا رجليك هتبقى زي ناعمة زي رجلين الأطفال وردية. الوصفة دي توريد وتبييض وإزالة لكل التشققات، حرفيا رجلك هتتغير 180 درجة، رجلك هتتغير 180 درجة. طبعا من أسباب التشقق أسباب كتيرة جدا زي الوقوف لساعات طويلة، مرض السكري، كمان لبس أحذية غير مناسبة للرجلين بتزود التشققات، نقص فيتامينات في الجسم، وكمان الحمل أو الغدد الدرقية، في كل دي أسباب مسببة للتشققات. النهاردة هعمل لكم وصفة، وصفتين مش بس وصفة واحدة، رائعتين للتخلص من التشققات للأبد. بس قبل ما أقول الوصفة ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. أول حاجة هنضع الطبق كده. المكون الأساسي معايا في الوصفة هو رائع جدا للتشققات هو الفازلين. اي نوع فازلين موجود عندك يفضل ده، انا بفضل ده. هاخد منه معلقتين صغيرين. الفازلين ترطيبه عالي جدا للقدمين، بيمنع خروج الرطوبه بره الاقدام لان في زيوت بتحبس الرطوبه جوه الاقدام، بيخلي رجليكي تحفظ الرطوبه اطول فتره ممكنه، فمش هتسبب اي تشقق وهينعمها وهيزيل كل التشققات من اول مره. هاخد من الفازلين ده معلقتين صغيرين، الكمية دي تكفي رجليك الاتنين، تقدر تضعف الكمية لو في حد هيستخدم معاكي كده. حطيت معلقتين صغيرين من الفازلين. تاني مكون هحطه معايا هو الليمون. الليمون مطهر قوي وبيزيل التشققات، بيزيل الجلد الميت والجلد الزائد، وبيبيض جدا الرجلين وبيرطبها وبينعمها وبيوردها. كمان هحط منه حوالي معلقة كبيرة كده، يعني معلقتين صغيرين من عصير الليمون. وانا ما كانش متوفر عندي الليمون العادي، فبتقدر تضيف الليمون التاني اي حاجة. هتفضلي تقلبي كويس لحد ما يبقى معاكي كريم تقدري تفرديه على الرجليكي. المكون الاخير اللي هضيفه هو زي السحر اقسم بالله في ازالة تشققات الاقدام، هو بيكربونات الصوديوم او البيكنج صودا، حلو جدا بيزيل خلايا الجلد الميتة وتشقق الاقدام، حتى لو تشقق بنسبة كبيرة قوي بيزيله من اول مرة. هاخد منه معلقة صغيرة. شوفوا اول ما بحط البيكربونات الصوديوم بتفور معايا ازاي، الفوران ده هو اللي هيشيل معاكي التشققات وهيخلي رجليك ناعمة زي رجل الاطفال. هتمزجيهم لحد ما يبقى معاكي كريم. شوفوا الكريم تغير تماما معايا، تفضلي تمزجي لحد ما يبقى زي الكريم كده. الخليط بقى معايا جاهز. هتاخدي بقى من الخليط ده وتفضلي تدعكي كل التشققات اللي في اقدامك الكعوب بس يا بنات، وهتسيبي الخليط ده 12 ساعة يعني طول الليل طول ما انت نايمة، وهتلبسي عليه شراب عشان الخلطة تعمل مفعول. لازم تنامي بيه وتغطي رجليكي بشراب يكون قطن مش الانواع التانية عشان تيجي نتيجة افضل. هتصحي تلاقي رجلك تغيرت تماما وكل التشققات اختفت والجلد الميت نزل في قلب الشراب. دي بالنسبة لأول وصفة. تاني وصفة نجيب كده الطبق. اول حاجة معايا معجون السنان. معجون السنان تحفة ومفعوله رائع في ازالة تشققات الاقدام من الاستخدام الاول. تاخدي منه مقدار معلقة كبيرة من معجون السنان. تاني حاجة هضيفهم على المعجون السنان معايا هنا زيت الزيتون. زيت الزيتون برضو رهيب لعلاج تشققات الاقدام وتنعيمها وتبييضها. هتاخدي منه مقدار معلقة صغيرة. تالت حاجة
معايا الجليسرين الطبي بيتباع في كل الصيدليات، مفيش بيت طبعا بيخلو من الجليسرين. الجليسرين حلو جدا، بيملى التشققات دي وبيزيل اي جلد ميت وبينعمها، بيديها ترطيب رهيب. هاخد منه معلقة صغيرة برضو، ترطيب عميق جدا. اخر حاجة هضيفها هو معايا الزنجبيل البودر. الزنجبيل البودر ده بقى لازم فايدته ان هو بينشط الدورة الدموية في تحت الرجلين، فبيزيل التشققات، بيخلي الرجلين تطلع جلد جديد، يعني بيحسسك بحرارة كده بسيطة هي اللي بتزيل التشققات وبتطلع جلد جديد من اول وتاني بدل الجلد البايظ اللي في رجليكي. هاخد منه نص معلقة صغيرة بالشكل ده. الخلطة دي بقى افضل كمان من الخلطة الاولانية اللي انا عملتها، لان هي بتزيلها تماما وبتطلع الجلد الجديد. هتمزجي كده المكونات كويس وملهاش لا اثار جانبية ابدا، ولا هتحسي بحرقان ولا اي حاجة. كده بقى معايا الخليط جاهز. هتاخدي بقى الخليط ده بالشكل ده وبرضو تغطي كل خراب. الخليط ده الفرق ان هو هيقعد ساعة واحدة بس على رجليك، وهتغسليه هتتفاجئي ان التشققات خفت جدا وبقت ناعمة جدا زي الحرير وبقت بيضة وموردة. الوصفة دي بتورد وبتشيق وبتقشر وبتنعم وكله، يعني اروع كمان من الخلطة التانية. اتمنى تكون الوصفتين عجبتكم، ما تنسوش بقى اللايك والشير عشان الكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.